مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بين السطور مع نورة أبو عوف. الأسبوع الحالي شهدت أسعار الذهب ارتفاع يعني غير مسبوق. لو شفنا هنلاقي عيار 24 سجل 3851 جنيه، عيار 21 وصل ل 3370 جنيه، عيار 18 3231 جنيه، عيار 14 سجل 2247 جنيه، والجنيه الذهب وصل سعره ل 30160 جنيه. وعشان نعرف هل لسه الذهب زي ما بنقول هو الملاذ الآمن، هو زينة وخزينة، هو اللي ممكن فعلا يكون استثمار آمن ولا لا، هيكون معانا مداخلة من أستاذ سعيد إمبابي مؤسس منصة آي صاغة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. شفنا الفترة اللي فاتت أسعار يعني محدش كان متخيل إنها توصل لكده، برغم التوقعات قبل كده اللي إحنا قلناها إنه ممكن يكسر يعني الأربع تلاف، حاجز الأربع تلاف. فهل فعلا ممكن الذهب برضو، لأن في أقاويل دلوقتي إنه ممكن يكسر حاجز الخمس تلاف، هل ده ممكن نلاقيه الفترة الجاية؟ طيب خلينا مبدئيا بس ما نسبقش الاحداث وما ننطش خطوتين او ثلاثه، لان لو احنا هنتوقع الذهب هيوصل كام فخلينا اقول لك بكل بساطه احنا ممكن جدا نوصل 10000 جنيه. تمام. بس الرقم ده هنوصله امتى وبناء على ايه؟ ده كلام ما ينفعش يتقال عبثا يعني. طيب. احنا حددنا رقم 4000 جنيه مبدئيا على نهايه العام او اوائل العام القادم، بناء على ان احنا شايفين توترات جيوسياسيه بتحصل كل يوم، بالاضافه الى تقليل للفايده، واحنا قدامنا اجتماع الفيدرالي الامريكي كمان خلال الاسبوع الجاي، وكمان بالاضافه الى ذلك الانتخابات الامريكيه. كل الاحداث دي وكل المؤثرات دي دايما بتخلي المستثمر في حاله ترقب وفي حاله خوف، فبيلجا للذهب. برافو عليك. فبالتالي بيلجا لانه يحفظ فلوسه في الاستثمار الامن اللي هو الذهب، فبالتالي بيعلي الطلب. ارتفاع الطلب خلانا نشوف مستويات الأوقية عند 2700 و2800 دولار، وده ما حصلش في تاريخ الذهب كله. ومع هذا كل أسبوع الذهب بيغلق أسعاره على قمم مرتفعة، فده بيخلينا بيأهلنا لأن الأسبوع اللي بعده تكون قمة أعلى وهكذا. يعني الارتفاعات دي يا أستاذ سعيد ممكن نشوفها لحد فين ولحد إمتى؟ وهل متوقع ممكن زي ما قلنا الشهر ده يبقى فيه نزول شويه ولا لا، هي هتفضل ترفع لحد اول السنه لحد ما يكسر حاجز ال 4000 تقريبا؟ بالظبط. خليني اقول لحضرتك ان احنا كل اسبوع بنشوف قمه تاريخيه جديده، وبناء على الذهب لا يتوقف عن الارتفاع، فده اللي بيخلينا بنقول ان الاسبوع اللي جاي هنشوف ارتفاع جديد وهكذا. تمام. يعني المتوقع الارتفاعات الاسبوع الاسابيع القادمه ان شاء الله. الذهب ما اغلقش تحت ال 2700 دولار حتى اللحظه، كل مره يغلق ده عالميا 2700 دولار. 2700 ده عالميا. ده انا بتكلم عالميا لان الارتفاعات دي سببها عالمي مش محلي خالص. يعني اصل احنا من فتره يا استاذ سعيد كنا ممكن نلاقي ان الذهب هنا اغلى من السعر العالمي. يعني الذهب بيبقى موجود والدنيا تمام واسعاره زي ما هي، واحنا بارتفاع ارتفاع ارتفاع ليه؟ لزيادة الإقبال. لكن دلوقتي الأسعار اللي موجودة في مصر حاليا هي أسعار عادلة بالنسبة للعالمية؟ خليني أقولك مفاجأة كمان، إحنا مش بس أسعار عادلة، ده إحنا كمان سعرنا بناء على سعر الدولار الرسمي في البنك، إحنا سعر الذهب عندنا أقل من السعر العالمي ب 30 جنيه و25 جنيه كمان؟ كمان. طب ده راجع لإيه بقى يا ترى؟ هل الإقبال على الشراء قل شوية؟ هو اوريدي الاقبال على الشراء قل، ده اكيد. احنا النهارده ما بنشوفش الاقبال اللي كان حاصل في فترات قبل كده، ولكن الاقبال ده مش قل عن الطبيعي، احنا رجعنا للاقبال الطبيعي، ولكن الارتفاعات اللي كانت بسبب الاقبال المفرط دي لا، دي خلاص ما بقناش نشوفها دلوقتي. ما بقاش في النهم على الشراء زي الاول بحيث ان انا ابقى محافظ على فلوسي. ما بقاش عندي طلب اكتر من المعروض، لا خلاص الموضوع حصل فيه توازن. طب حضرتك تنصح الناس في الفترة دي بإيه؟ هل اللي عايز يبيع يبيع واللي عايز يشتري يشتري، ولا اللي عايز يبيع مثلا لا يستنى شوية؟ وفي ناس كمان بتروح تبيع مثلا السبايك أو الجنيهات الذهب، في ناس بتاخدها أقل من السعر الحالي، فبرضو الناس دي ممكن تعمل إيه؟ طيب أنا دلوقتي قلت لحضرتك بين السطور إن إحنا السعر في مصر أقل من السعر العالمي في الجرام 20 جنيه و30 جنيه. فاذا انا النهارده لو ببيع، انا ببيع ليه وانا شايف السوق المحلي منخفض عن السوق العالمي؟ اذا دي ده قاع، ما ينفعش ابيع في قاع. تمام، دي نقطه.
النقطة الثانية، هو أنا النهاردة ببيع ليه؟ أنا ببيع عشان محتاج السيولة دي في حاجة ضرورية. أه أوكي، أنت غصب عنك مضطر تبيع، إنما لو أنا ما عنديش اضطرار ليه ما حافظش على الذهب بتاعي وأنا عارف إني على آخر السنة أو على أول السنة الجاية هوصل لأرقام أعلى من دي؟ يبقى أنا إيه اللي يجبرني إن أنا أبيع؟ تمام، يعني اللي معاه دلوقتي لو مش مضطر يحافظ عليه، ولو الناس طبعًا عايزة تشتري أكيد في ارتفاعات على أول السنة، بس هل طبعا. هيتخطى ال 4000 ولا ممكن لا نشوفه لحد ال 4000 بس؟ اه مش عايز اسبق والله الاحداث، خلينا نحط يعني توقعات كده. الستيب بتاعت ال 4000 دي ونقف عندها، ولما نوصل لها نبدا نعيد تقييم الاحداث مره ثانيه. ممكن نوصل لها في خلال قد إيه مثلا؟ من نهايه السنه واول السنه بالكثير. وانا اشترطت على ده عشان بس التصريح يكون واضح، انا اشترطت ده ان تفضل التوترات الجيوسياسيه كما هي، يبدا الفيدرالي يكمل تخفيض للفايده، دول اهم عاملين. العامل الثالث هو ده اللي ان شاء الله ان شاء الله ما يحصلش، هو ارتفاع سعر صرف الدولار، واحنا ان شاء الله نتمنى ان ده ما يحصلش. تمام، بشكر حضرتك كده يا استاذ سعيد، بشكرك على المداخلة دي. ومن الذهب نروح